مع ذلك فإن المطر لن يتأخر كثيرا بعد، ولبنان يستعد لاستقبال منخفض جوي مزدوج هذه المرة، إذ سيلتقي منخفضان جويان فوق الحوض الشرقي للمتوسط، الأول مصدره روسيا والثاني مصدره جنوب غربي أوروبا. نحن متوقعين أمطار ابتداء من الأربعاء، من صباح الأربعاء بشكل طبيعي، يعني منخفض جوي هالمرة حيوصل لأنه بشكل بكل وساطة لأنه هو مسيطر على الحوض الشرقي المتوسط كله، ونحن بالسونتر تبعه بالمركز تبعه، وهو لفترة 3 أيام تقريبا. هلا بالمرحلة الأولى ما بيكون في انخفاض بالحرارة، في أمطار نهار الأربعاء. هلا الخميس في عنا انخفاض بالحرارة وبصير في أمطار غزيرة أكثر نهار الخميس، وبتبقى الأمطار لحد ظهر الجمعة. بشكل عام هالمنخفض الجوي هو حيكون جيد، كمية الأمطار حتكون جيدة فيه، وحيصير في تساقط للثلوج على ارتفاع تقريبا 1700 متر وما فوق، هيدي بالمرحلة الأخيرة طبعا بسبب انخفاض الحرارة، يلي بالويكاند أو السبت انخفاض كبير بالحرارة يمكن تشكل جليد على المرتفعات التي تعلو 1500 متر، بس بيكون الهواء صار شمالي غربي وبكون توقف الأمطار. وقبل أن يبدأ التهويل بعواصف وسيول، الأمر لا يثير الهلع، وبالمختصر حان وقت الشتاء.